الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الاخيار المنتجبين وعلى جميع انبياء الله المرسلين يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه واله وسلم الكريم في هذه الآية الكريمة يحدثنا الله تعالى عن قطيعة الرحم لما فيه من مفسدة، وهي سبب اللعنة، سبب لعنة الله وسخطه وعقابه، وقد ورد التحذير الكبير على قطيعة الرحم، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنه قاطع رحم وقد ذكر فقهاؤنا وعلماؤنا ان قطيعه الرحم من الذنوب الكبيره ومن السيئات العظيمه وهي مما اوجب الله تعالى عليها دخول النار عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال اوصي الشاهد من امتي والغائب منهم ومن في اصلاب الرجال وارحام النساء الى يوم القيامه ان يصل الرحم وان كان منه على مسيره سنه فان ذلك من الدين فإذا صلة الرحم هي من الدين وهي واجبه وقطيعه الرحم من الذنوب الكبيره التي اوجب الله عليها دخول جهنم. وعن أحد أصحاب الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال عليه السلام: هي أرحام الناس قد أمر الله بصلتها وعظمها ألا ترى أنه جعلها منه، إذا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام تتحدث عن فضل صلة الرحم، أن الله تبارك وتعالى هو الرحيم وهو جعل الرحم، وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني وعن ابي ذر الغفاري رحمه الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال حافتا الصراط يوم القيامه الرحم والامانه فاذا جاء الواصل لرحمه والمؤدي للامانه نفذ الى الجنه واذا جاء القاطع لرحمه والخائن للامانه لم ينفعه عمل ويؤمر به الى النار هناك بركات كثيره وجليله وعظيمه لصله الرحم نذكر منها أولا محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عندما يأمر بشيء يعني يحبه لهذا الشيء. عندما يأمر بعمل يعني يحب هذا العمل. فأنت إذا قمت بهذا بهذا العمل، هذا العمل أوجب محبة الله لك. فإذا أولا محبة الله للإنسان الذي يصل رحمه، لأن صلة الرحم من الواجبات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. تنفيذ امر الله والامتثال له موجب لمحبه الله بشكل طبيعي ثانيا هذه بركه ثانيا صله الرحم تزيد في الرزق فكما جعل الله سبحانه وتعالى الاستغفار والدعاء لطلب الرزق سببا في زياده الرزق كذلك جعل صله الرحم سببا في زياده الرزق قال الله يعني في في النصوص الدينيه ان الصدقه تزيد في الرزق كذلك الامر صله الرحم تزيد في الرزق الاستغفار يزيد في الرزق تستغفر الله عز وجل يعطيك الله سبحانه وتعالى من رزقه تتصدق يعطيك من رزقه تصل رحمك يعطيك من رزقه فهذه اسباب ثالثا: صلة الرحم تزيد في العمر فكما أن الصدقة مثلا تزيد في العمر كذلك الأمر صلة الرحم تزيد في العمر. هذه ثالثا، رابعا: صلة الرحم تدفع البلوى كالصدقة التي تزيد في العمر وتوسع في الرزق كذلك تدفع البلوى. صلة الرحم تدفع البلوى. خامسا صلة الرحم سبب في محبة الأهل صلة الرحم توجب الإلفة والمحبة والعطف والتودد بين الأهل والأقارب والأرحام فيكون يدا واحدة وصوتا واحدا هذه خامسا هذه من بركات صلة الرحم سادسا صلة الرحم توجب دخول الجنة التي وعدنا الله تعالى بها هذه بعض بركات صلة الرحم هناك عدة طرق لصلة الرحم قد يسأل سائل كيف أصل رحمي شو المقصود بصلة الرحم هناك عدة طرق لصلة الرحم أن تكون صلة الرحم مثلا بالزيارة أنت بتروح إلى أقاربك تزورهم بالمناسبات، بالأعياد، عندهم مناسبة اجتماعية بالأفراح والأتراح، بعيادة المريض، مريضهم مثلاً، هذه هذه صلة رحم، صلة رحم، تتفقد أحوالهم مثلاً من باب صلة الرحم. تقضي حوائجهم من باب صله الرحم، فاولا بالزياره تزورهم تتودد اليهم هذه صله رحم. ثانيا بارا بارحامك. شو يعني بارا بارحامك؟ لايتم محتاجين مثلا تقدم لهم المعونه. تقدم لهم تقضي لهم حوائجهم مثلا او بعض حاجاتهم. تعينهم على مكاره الدهر وفاقة الحياة مثلا تقدم لهم النصيحة كذا تنصحهم توعظهم كل هذا من باب صلة الرحم ثالثا من باب صلة الرحم كف الأذى عنهم وهذه للأسف موجودة يعني بمجتمعاتنا بتلاقي العدو عدو العدو الانسان دائما من هو القريب منك ليس البعيد البعيد شو إله شغل معك ما له شغل معك الحسد ياتي من القريب ال 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 الغيبه تاتي من القريب النميمه تاتي من القريب يعني استكثار العطاء من الله لك ياتي من القريب كل هذه الامور تاتي من من تاتي من القريب لك لا تاتي من الغريب لا تاتي من البعيد الغريب عنك والبعيد عنك ما الو شغل معك ما الو شان معك فهذه الامور تاتي عاده من القريب فكف الاذى عن اقاربك وارحامك هو من باب صله الرحم صله الرحم اضرب لك مثال يا اخي عندك انت قريب مثلا عنده دكان مثلا تاتي اليه مثلا تشتري منه تفيده هذا من باب صله الرحم من باب صله الرحم آه عم بضرب امثله عامه آه عنده مثلا تزوج احد اقاربك تاتي اليه مثلا تهنئه من باب صله الرحم تسال عنهم من باب اقل الواجب ان تسال عنهم مثلا في الاعياد في المناسبات في في افراحهم واطراحهم وكذا كل هذه الامور من باب صله الرحم ولكن صله الرحم هذه لها يعني برنامج اسبوعي ما لها لم يعني لم الشريعه الاسلاميه لم تضع لنا برنامجا اسبوعيا او برنامجا شهريا او برنامجا سنويا لصله الرحم صله الرحم تقدر بالعرف العرف ماذا يقول؟ هل انت قاطع لرحمك ام انك واصل لرحمك؟ يعني عيد مثلا عيد الاضحى مثلا يجب عليك ان تذهب الى زياره الاقارب عيد الفطر يجب ان تذهب الى زياره الاقارب صار هناك مناسبه تذهب الى زياره الاقارب يعني كل فتره زمنيه معينه خاصة هلا مثلا بالتطور سرعة الاتصالات مثلا او وسائل التواصل صارت يعني سهل ان الانسان يحمل هذا الهاتف ويتصل باقاربه يسالهم يستخبر عن احوالهم يسال عن عن امورهم ليس من باب رفع العتب ابدا وانما من باب السؤال الحقيقي الجاد الذي يثير في الانسان الموده والمحبه والعطف مش من باب رفع العتب فقط ابدا فهذا يجب ان 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 ينتبه اليه الشريعه الاسلاميه ما عملت هذا 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 البرنامج ولكن في المناسبات كما ذكرنا لكم عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان صله الرحم والبر بهم ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب فصلوا ارحامكم وبروا بإخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب. بحسن السلام ورد الجواب. يعني السلام مثلا ليس واجبا في الشريعة الإسلامية ولكن رد السلام واجب. فإذا أنت مثلا سلمت على إخوانك هذه ما أقل يعني أقل ما يمكن أن يقال في صلة الرحم أن تسلم عليهم. أن تأتي إليهم تصافحهم تسلم عليهم عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام صل رحمك ولو بشربة من ماء هون شوف الترقي بالأحاديث الشريفة أنه أقل الواجب أنك تسلم عليهم هلأ الإمام عليه السلام صل رحمك ولو بشربة من ماء وأفضل ما يوصل به الإنسان رحمه هو كف الاذى ان تكف اذاك عنهم وقد حذرنا الله تعالى من قطيعه الرحم وجعل عليها عقابا في الدنيا وفي الاخره في ما هو العقاب؟ عقاب قاطع الرحم في الدنيا يقول الامام امير المؤمنين عليه السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن الوحدة الأولى الأولى البغي البغي على الناس البغي على الناس هو الاعتداء على الناس الاعتداء على الناس في حقوقهم في أموالهم في أعراضهم هذا لا يموت حتى يرى أثر هذا الأمر الأمر الثاني القطيعة قطيعة الرحم فمن قطع رحمه فانه يقطع كما قطع رحمه. هذا الامر الثاني، الامر الثالث اليمين الكاذبه التي يبارز الله بها. بيطلع لك واحد مثلا وبيبلش يقسم لك بالله وبالمذهب وبالدين وبالامام وما بيخلي مقدس الا ويقسم به واحيانا يقسم يمين على أعراض الناس وعلى كرامات الناس وما بيكون في أصل لكل الكلام الذي ينطق به يعني لاحظ هو لم يكذب وعم يشهد على على هؤلاء الذين مثلا يكذبون الكلام الكذب حرام بلا يمين فكيف مع اليمين يعني عندما يكذب ويقسم يمين على كذبه صار عنده ذنبين فوبال هذه الثلاثه امور ثلاثه خصال صاحب اليمين الكاذبه يرى وبال هذه اليمين الكاذبه في الدنيا قبل ان يموت من باب الشيء بالشيء يذكر حكم سب الدين والمولى سبحانه وتعالى شو حكمه بالشريعه الاسلاميه كما انه لا يجوز ان تقصم اليمين ان تحلف يمين كاذبه كذلك الامر كثير من الاشخاص بس يعصب بس يغضب بيتعرض بالسب والشتم للمولى سبحانه وتعالى هذه موجوده بالمجتمع بشكل عام يعني او بالكلام البذيء لعنا وسبا وشتيمه هذه الأفعال هذه الكلمات هي من المحرمات من الموبقات التي يعاقب عليها الله سبحانه وتعالى لها عقاب في الدنيا بالشريعة الإسلامية ولها عقاب في الآخرة تصور نفسك أنت مثلا بتفي الصبح على مسبة الله والعياذ بالله وبتنام على مسبة الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق الكون والحياه واخرجني من العدم ويرزقني في كل لحظه من رزقه حياه والذي اعطاني الصحه والامان انا اتعرض له بالسب والشتم في الحكم الاسلامي لها عقاب يؤدب هذا الانسان لانه يحتاج الى تاذيب بما يراه الفقيه او بما يراه المرجع الديني من عقوبه له اختم بما ورد في قضيه صله الرحم ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اهل بيتي ابوا الا توثبا علي وقطيعه لي وشتيمه يعني ارحامي هن اللي مقاطعيني هن هن قاطعوني وهن شتموني وهن توسبوا علي وظلموني ارفضهم اقطعهم كما قطعوني ام اصلهم فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا رفضتهم وقطعتهم كنت مثلهم كنت مثلهم فقال الرجل كيف اصنع فقال صلى الله عليه واله وسلم ان تصل من قطعك وان تعطي من حرمك وان تعفو عمن ظلمك فانك ان فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهيرا هذه مفاهيم ديننا وأخلاقنا ينبغي أن نلتزم بها خصوصا في هذه الأيام، الأيام الصعبة التي يعيشها الناس، أن يلتفت الناس إلى بعضهم البعض بكلمة طيبة، بابتسامة شفافة، بكلام رائع، لتنقشع تلك السحب السوداء. وتأتي محلها ضحكه وابتسامه وامن لان الانسان اذا سيطرت عليه الالام والمحن يتحول الى انسان مشلول تشل طاقاته فاذا وجد امامه اناس يقفون الى جانبه من ارحامه هذا له اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل ان يجعلنا من هؤلاء الاشخاص الذين يعملون من اجل اصلاح الناس واصلاح المجتمع وان نصلح انفسنا اولا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.